نشاط لرياح البوارح وهنالك غبار على شرق المملكة وطقس شديد الحرارة عموما، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. إذا تبقى الأجواء شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة خلال الأيام القادمة، ولكن مع اشتداد لفرص سخات الأمطار في مناطق جنوب غرب المملكة مع نهاية الأسبوع، وكما نشاهد هنا من سرعة هبات الرياح الواردة لدينا في مركز طقس العرب أن يوم الخميس والجمعة ستشتد رياح البوارح، مما يعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية وإثارة الأتربة. ونود تنبيه مرضى الجهاز التنفسي من هذه الأيام، تحديدا يومي الخميس والجمعة، ونتمنى السلامة للجميع. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 22 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة أيضا في العاصمة الرياض، الأجواء أربعينية، درجات الحرارة أربعينية وأجواء صافية نوعا ما. الأربعاء والخميس والجمعة تتراوح درجة الحرارة نهارا ما بين 43 إلى 44 درجة نهارا، وليلا ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من سكاكا. 40 إلى 29 ليلا في عرعر، 39 إلى 26 ليلا في تبوك، من 38 إلى 26 ليل درجة مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة من 46 إلى 30 في الطائف، من 37 إلى 26 في جدة، رياح نشطة 39 نهارا إلى 30 ليلا، وفي المدينة المنورة من 44 إلى 32 درجة مئوية في ساعات الليل. في أبها احتمال زخات أمطار رعدية، من 33 إلى 21 درجة مئوية، في الباحة 33 إلى 23 ليلا، في جازان من 37 إلى 31 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام 43 إلى 31، في الإحساء 46 إلى 31، وفي حفر الباطن من 45 إلى 31 درجة مئوية في ساعات الليل. وفي العاصمة الرياض كما ذكرنا سابقا 43 إلى 31 ليلا، في بريدة 44 إلى 30، وفي حائل من 40 إلى 28 درجة مئوية في ساعات الليل. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.